بسم الله الرحمن الرحيم. استمعنا وإياكم لمقتطفات من خطاب السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية بمناسبة انعقاد الدورة العادية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تطرق إلى عدة قضايا أهمها الدفاع عن القضية الفلسطينية واستقلال دولة فلسطين في إطار قرارات الشرعية الدولية، كما أنه دافع عن القضية الصحراوية وتصفية الاستعمار من آخر دولة في إفريقيا. أن تترسخ في قناعتنا جميعا بأن الحوار والنقاش بيننا مطلب ملح ناضلت من أجله شعوبنا من أجل عالم التعايش والتعاون والتضامن والمساواة بين الأمم. ومن هنا ناضلت بلادي منذ حوالي 50 سنة خلت، ومن هذا المنبر بالذات، عن مكامن الخلل في النظام الدولي الحالي، ودعت إلى نظام دولي جديد تكون فيه المساواة بين الدول التي تأسست من أجلها منظمة الأمم المتحدة. سيد الرئيس، بلغت النزاعات والأزمات في العالم مستوى غير مسبوق، شردت الملايين من الأشخاص، وحولت العلاقات الدولية من علاقات تعاون وتوافق إلى مواجهة وصدمات، وضعت الهيئات والمؤسسات الدولية على المحك في وقت يشهد فيه العالم حالة طوارئ ضاغطة مناخية وغيرها. وأمام هذه الصراعات الجيوسياسية والأزمات المتعددة، ضعف مجلس الأمن في السنوات الأخيرة في دوره المحوري الذي قامت عليه الأمم المتحدة، والذي لخص ميثاق الأمم المتحدة أهم مقاصده في تحميله مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، لا سيما من خلال منع اللجوء إلى القوة وإزالة الأسباب التي تهدد السلم، بالإضافة إلى التسوية السلمية للنزاعات. لقد حان الوقت للتفكير معا في سبل إعلاء قيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز التزاماتنا الجماعية، وإرساء الأسس المتينة التي تفضي إلى المزيد من التعاون العالمي الفعال بشأن القضايا الرئيسية، حتى نتمكن من إشعاع السلم والأمن الدوليين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل عالم متعدد الأقطاب. ومن هذا المنظور، فإن الجزائر التي تتأهب لتبوء مقعدها غير دائم بمجلس الأمن تعي ثقة المسؤولية الملقاة على عاتقها، بالنظر للتحديات الجمة التي تواجهها المجموعة الدولية. وأغتنم هذه السانحة لأجدد الشكر لكل الدول 184 التي صوتت لصالح بلادي، وهي ثقة ستحرص الجزائر على صونها أثناء عهدتها بالمجلس، وستسعى على تجسيدها بالتعاون الوطيد مع كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي هيئة الأمم المتحدة، وتسخير خبرة الجزائر الثرية في مجال الوساطة وتغليب الحلول السياسية والتسوية السلمية للنزاعات.
وعمل بهذه الروح، فإن بلادي ستنضم إلى مجلس الأمن حاملة لتطلعات شعوب القارة الإفريقية والعالم العربي، وداعية إلى تجاوز منطق تسيير الأزمات، بل اعتماد مقاربة ترتكز على الحلول النهائية للأزمات من خلال معالجة أسبابها الجذرية. سيد الرئيس، إن أي مسعى لتعزيز العمل الدولي المشترك يقتضي منا الاستجابة للنداءات المتزايدة بصورة إعطاء ديناميكية أكثر للنظام متعدد الأقطاب عبر إصلاح الأجهزة الرئيسية للمنظمة إصلاحا شاملا، من شأنه أن يجعلها أكثر شفافية ويحقق التوازن الضروري ما بين الأجهزة الرئيسية ويكفل التوازن الجغرافي العادل. وعليه فإن تنشيط الدور المركزي للجمعية العامة للأمم المتحدة باعتباره الجهاز الوحيد المعبر بصدق عن تنوع مكونات المجموعة الدولية هو عامل جوهري في تعزيز المساواة بين الدول وتكريس أسس الديمقراطية الحقة، كما أن الدفع بعجلة المفاوضات الدولية الحكومية بشأن إصلاح مجلس الأمن وفق منهج متكامل وشامل ينبغي أن يكون أولوية للمجموعة الدولية، بغية التواصل إلى توافق حول إصلاح حقيقي أكثر تمثيل وشفافية، وهو ما يدعو هنا إلى التأكيد على التزام الجزائر بالموقف الإفريقي الموحد بما يضع حدا للإجحاف التاريخي في حق القارة الإفريقية. سيد الرئيس، إن الجزائر التي تعي جدا ثمن انتزاع الحرية لن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة ودعم الشعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر، ومن هذا منطلق سعت على الدوام إلى دعم القضية الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 جوان 67 وعاصمتها القدس الشريف، طبقا لقرارات الشرعية الدولية وكتعبير عن موقفها ودعمها للقضية الفلسطينية العادلة. بادرت بلادي نهاية السنة الماضية بإشرافي شخصي بعقد مؤتمر للم الشمل من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية، تكلل باعتماد إعلان الجزائر. وأود في هذا السياق أن أعرب مجددا عن تمسكنا بمبادرة السلام العربية كإطار لتسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الذي يعد السبب الجوهري لعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، مهيبا بالضمير الحي للمجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره واسترجاع حقوقه كاملة غير منقوصة. ومن جهة أخرى أغتنم هذه الفرصة لأدعو محكمة العدل الدولي إلى الاستجابة بطلب الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المؤرخة في 30 ديسمبر 2022 بإصدار رأيها الاستشاري
حول الممارسات التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، متطلعاً معكم إلى انتصار الحق وإنصاف كفاح الشعب الفلسطيني الذي طالت تضحياته ومعاناته من مظالم الاحتلال. كما أدعو من هذا المنبر مجلس الأمن إلى إصدار قرار يؤكد بموجبه حماية الحل الدولتين التي يحظى بإجماع دولي، ووقف الأعمال أحادية الجانب للسلطة القائمة على الاحتلال وعلى رأسها الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تجديد المطالبة، وألح على ذلك تجديد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة فيها. وأكرر، مع تجديد المطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. إننا نعتز بنجاح منظمتنا في إنهاء الاستعمار في العديد من المناطق والأقاليم، ونتطلع إلى الوصول إلى تصفية نهائية لظاهرة الاستعمار مع آخر مستعمرة إفريقية، حيث لا زال الشعب بأكمله في الصحراء الغربية محروماً من حقه الأساسي في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه يتوافق مع خطة التسوية الأممية الإفريقية التي اعتمدها مجلس الأمن سنة 1991، ووافق عليها الطرفان، والتي تظل تنتظر التطبيق. وفي ظل هذا الواقع، وأمام المحاولات الهادفة إلى خلق شرعية من لا شرعية، تقع على الأمم المتحدة مسؤولية صون مصداقية قراراتها، مع واجب الإدراك الجماعي بأن دعم التنفيذ الكامل لقراراتها هو حفظ لهيبة هذه المنظمة. وفي هذا الإطار أجدد دعمنا لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي في مساعي إعادة بحث مسار المفاوضات المباشرة من أجل تنظيم استفتاء يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي طبقاً لقرارات مجلس الأمن. السيد الرئيس، إن بلادي وهي تتابع باهتمام بالغ الاضطرابات المقلقة في بعض الدول الشقيقة والصديقة، تواصل بذل قصارى جهدها للعمل على إيجاد حلول سلمية وجمع الفرقاء من أجل تقريب المواقف ووجهات النظر.